السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي وحصة جديدة للرياضيات للمستوى السادس ابتدائي، كتاب الجيد. ونقول بسم الله، الصفحة رقم 38. لن ننجزها هذا اليوم لأنها صراحة فيها يعني هنا للمحسبة، يعني كيفاش تدرب على استعمال المحسبة، وفيها أيضا ورشة ديال قياس الزوايا. إذن نمر مباشرة إلى الصفحة رقم 39. التمرين الأول. أراد ثلاثة إخوة أن يقتسموا فيما بينهم الزيت بشكل يحصل كل منهم على نفس الكمية من الزيت وعلى نفس عدد القارورات، وذلك دون اللجوء إلى عملية الإفراغ. إذن هنا ثلاثة ديال الخوت بغاو يتقاسموا الزيت، عندهم هاد الكمية ديال الزيت بهاد الطريقة هذه اللي مقسمة، خمسة القراعي عامرين وخمسة القراعي فيهم نص نص. قال لك بغاو يقسموا هاد الكمية ويجي عندهم نفس الكمية ديال الزيت اللي غياخد كل واحد بلا ما يخويو القراعي، بلا ما تخوي هذه في هذه وهذه، صافي بلا ما تخوي القراعي تقسموا بحال هكذا على ثلاثة ديال الخوت. نقوم بحسابي هذا شحال من إطر، إذا خمسة، وهنا شحال من إطرو، واحد جوج ثلاثة، إذا واحد جوج، عندنا جوج إطرو ونص. إذا هنا اللول غادي نعطيه جوج قراعي وقرعة فيها نص، الثاني غادي ياخذ جوج قراعي عامرين وحدة فيها نص، والثالث غادي ياخذ قرعة فيها نص، عفوا قرعة عامرة وثلاثة القراعي فيهم نص نص. علاش؟ حيت هذا وهذا إطرو وإطرو، هي جوج إطرو ونص. إذا التقسيم غادي يكون كي بحال هكذا، ها الحق الأول، ها الحق الثاني، وها الحق الثالث. إذا هكذا سوف تتم قسمة الزيت بالتساوي. رقم اثنان. وضع أحمد سبعة أشياء كلل وقطع حلوى في جيبه الأيسر، ووضع ثمانية أشياء يعني كلل وقطع حلوى في جيبه الأيمن. فتجيب لي الأيسر دار سبعة، وتجيب لي من دار ثمانية، دار فيهم لبي وحلوى، لبي أو حلوى، كلل أو قطع حلوى، كلل أو قطع حلوى، ما حسبش شحال هز، سبعة دارهم هنا وثمانية دارهم هنا. إذا نشوف واش غيبدا يدير. عندما يأخذ أحد الأشياء من جيبه الأيسر ويكون ما أخذه قطعة حلوى يأكلها. أو تكون كلة فيضعها في جيبه الأيمن. إذا وضع في جيبه الأيسر، الأيسر فيه سبعة، بدأ من هذا كيرجع يحط في هذا. إذا كان إلى جبد من هذا الجيب الأيسر تيجبد حلوى كياكلها، لقاها البية كيزيدها في الجيب الأيمن، وفي الأخير أفرغ جيبه الأيسر وأصبح جيبه الأيمن يشتمل على 12 شيئا. إذا جيبه الأيمن ولا فيه 12 حاجة، يعني الحلوات اللي ديال الجيب الأيسر كلهم كالهم، والبيات اللي شاطو دارهم في جيبه الأيمن. إذا ما هو عدد قطع الحلوى التي كانت في جيبه الأيسر؟ حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو حنايا، عندنا 12، كانت 12 حاجة، 12 حاجة في جيبه الأيمن في الأخر، غنشدوها نقصو منها هاد الأشياء ديال اللي كانت في الجيب الأيمن في الأول، كانت 8 ياك، شحال غادي يشهد؟ أربعة. إذن أربعة الحويج اللي تزادوا هنا، إذن أربعة اللبيات اللي تزادوا هنا في هذا الجيب الأيمن. إذن شحال كاين من حلوى؟ مع العلم أنه دار فيه سبعة الحويج، إذن سبعة ناقص أربع كلل تساوي ثلاثة قطعي حلوى كانت في جيبه الأيسر.
هذه الطريقة الأولى. كاينه الطريقة الثانية، جينا خطينا 7 زدنا عليها 8 تساوي 15. شدينا ديك 15 نقصنا منها 12 اللي هي كلها كان كلها المجموع ديالها، مجموع الجيبين نقصنا منه مجموع الجيبين في الاخر، مجموع الجيبين في الاول نقصنا منه مجموع الجيبين في الاخير، شاطت لينا 3. اذا 3 قطع حلوه بطريقتين. اذا الله اكبر، اذا نمر الى التمرين رقم 3. هذا صراحه لن انجزه، احسب جداء العدين يعني ولاحظ النتيجه في المحسابه، ها هي استعمل حسب احسب جداء العدين 18 في هذا ثم احسب جداء الهدف هذا. اذا غير بالكالكيلاتريس غتخدموه نتوما بحالكم صافي، بلا ما انا نبقى نخدم فيه باش نربحوا شويه الوقت. اذا يتكون قسم من 25 تلميذا في حجره الدرس، 16 طاوله من مقعدين. اذا قسم فيه 25 تلميذ وتلميذه في حجرة الدرس 16 طاولة، عندنا 16 طاولة. ما هو أكبر عدد من الأطفال يمكنهم الجلوس بمفرد في طاولة واحدة؟ قال لك عندنا 25 دري تلميذ أطفال، عندنا حجرة الدرس فيها 16 طاولة، الطاولة كيكونوا فيها جوج، إذا 16 في جوج 32، مفهوم؟ 32 مقعد اللي عندي هنايا، 32 نقص منه 25 شحال غادي يشيط؟ نديرو على حساب العديزات، يلا 25 ل 30، 5 زيد عليها 2 7، اذا 7 تلاميذ يمكنهم الجلوس بمفردهم، وواحد غادي يشيط اللي هو 8 غادي يشيط طاوله. إذن 8 تلاميذ. هذه 4 أعداد، 77 2636 508 9. أكتب كل عدد داخل شكل من الأشكال التالية بحيث لا يكون العدد المكون من 4 أرقام داخل المربع اللي فيه 4 أرقام، إذن هذا ما يكونش هنا، ويكون العدد المكون من رقمين داخل الدائرة. فين بقى اللي فيها رقمين؟ ها هو داخل الدائرة. العدد المكون من رقم واحد ليس داخل شكل من 4 أضلاع، إذن هنا 9. يرجعوا للأول بحيث لا يكون العدد المكون من 4 أرقام داخل المربع، إذن ما يكونش هنا غيكون هنا، إذن 2636. رجعوا اللي شاطين غادي نكتبوا هنا، أظن أن هذا واضح. يمكن نكبر ندير الزوم نقرب هاد الشيء كتولي الصورة كتشد، يلاه صايرة يلاه. إذن يقول أحمد عندما أحسب جداء عددين عشرين فإن العدد المحصل عليه يكون أكبر من كل عدد من العددين، وأقدم أمثلة. قال لك 5 في 3 كتعطيني 15، 15 كبر من 5 وكبر من 3، إذن ها هي. هل ما يقوله أحمد دائما صحيح؟ واش هادشي اللي قال دائما صحيح؟ لا، ضرب مثلا إلا شديت ضربت 5 في 1 غتساوي 5، يا هادي قد هادي، مفهوم؟ مثلا ضربت تا 100 في 1 أولا 100 في 0 أولا، يعني راني يمكن. إذا كلامه غير صحيح على الدوام، كلامه غير صحيح، هو صحيح هنايا في هادشي، ولكنه غير صحيح إلا بدلنا هاد الأرقام، مفهومة؟ إذا أحسب محيط الشكل، محيط الشكل هو الأضلاع بربع أو الطول زائد العرض في 2، الطول زائد العرض في 2 هو المحيط، هو المحيط. إذن أحسب محيط الشكل